عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة درعا تي في. معكم سيام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إلقاكم لا فيديو ديالي في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم فيديو جديد وحاجة جديدة إن شاء الله كما عودتكم ديما. اليوم عندي واحد لكومنت إن شاء الله، عندي فيها مطلوب مني فيها ثلاثة ديال الحويجات. عندي فيها بيتزا والكيك أو لا الحرشة بالكريمة، الحرشة التركية بالكريمة، وعندي فيها القرص العادي اللي فيه الشوكولات من الداخل. هادشي اللي كاين. أول حاجة البنات غادي نبدأ بها إن شاء الله هي العجينة ديال البيتزا. مطلوب مني فيها 16 بيتزا، 16 وحدة. غادي نعجن بيتزا، نعجن القياس اللي غيعطيني تقريبا 21، حيتاش ممكن تخسر ليا شي وحده او لا الى شاطو، راه ماشي مشكل، ماشي ضايعين، ناكلوهم في الدار ماشي مشكل. هادشي اللي كاين. هانتوما معايا، كملوا معايا لا فيديو، نشوفوا ان شاء الله هاد لا كومونت كيفاش غادي نصاوبها من الاول حتى الاخر ان شاء الله. وهانتوما معايا لهاد العجينه ديال البيتزا البنات. غادي نحتاج ان شاء الله نص كيلو ديال دقيق الفرص، وكاس ديال السميدة رقيقة، هاهي ديال الحلويات، باش كتعطينا واحد العجينة اللي ماشي رطبة، كتجي حرشة وهشيشة وزوينة، ما كتكونش رطبة، بحال تتجي بحال هما في المخبزات الكبار كيقرصوا بالسميدة، ما تيديولهاش لداخل، انا تنديرها لداخل وفي نفس الوقت كنقرص بها نيت. وعندي هنايا معلقة ديال الحليب بودرة، كيعطينا حتى هو واحد الهشاشة، يمكن لكم تستغناو عليه الا بغيتو. عندي هنايا واحد شوية ديال بودرة الثوم، كتعطي واحد اللذة لهاد العجينة ديال البيتزا. وعندي هنايا الزعتر مطحون، ماشي مطحون بزاف، شفتو، غادي ندير واحد معلقة كبيرة، هادي راه معلقة صغيرة باش كنعبر البنات، داكشي علاش خديت جوج مرات. عندي هنا معلقة ديال الخميرة ومعلقة ديال السنيدة وشوية ديال الدقيق، خلطتهم وزدت عليهم الماء دافي مزيان، هو باش غادي نعجن، خليتها هنايا باش تخمر، باش دغيا خمر ليا العجينة ديالي، حيت عرفتو دابا وقت البرد. ومازال البنات غادي نزيد نص كاس ديال الزيت البلدية، يمكن لكم تعوضوها، اللي ما عندوش الزيت البلدية يعوضها بالزبدة، اي زبدة كيما بغات تكون. جوج معالق ديال الزبدة كتعطينا، كتفتي لينا سميتو العجينة ديالنا، وكتجي هشيشة بزاف، ما كتجيش ملوكة. انا بغيت نعجنها، بغيت ندير فيها زعما هاد الزيت البلدية باش تجي ديال الدار 100%. راكم عارفين الناس دابا ما تيديروا الكوموند في الدار، البنات اللي كيخدموا هكا في الدار، الا انهم باغيين شي حاجه اللي زوينه وبحال صوبتيها لوليداتك. غادي ندخل فيه هاد الزيت، هادي كتعطي واحد اللذة حتى هي، وعاد غنزيد الخميرة ونعجن بالماء. هاد الماء دافي بزاف البنات، سخون زعماك حيتاش دابا الشتا، راه الخميرة ديالي تضاعف الحجم ديالها، نتوما كتشوفو. هادي هي العجينة المعتمدة عندي في الغالب، وهكا الا بغيت نديرها غير في الدار كندير، كان بعض المرات كنعجنها باللبن. بسم الله، هاد العجينة البنات خاصها تجي، ما تجيش قاسحة، تجي رطبة بزاف، قريبة تولي بحال ديال السفنج.
هانتوما البنات العجينه ديالي هي هادي كتكون رطبه بزاف ما تخافوش منها فاش كيضاف راه كتلصق في اليد ولكن راني دلكتها مزيان غير ما بغيتش نطول التصوير عليكم كتجي بحال هكا صافي دابا دلكتها مزيان غنجيب سولوفان نلويها فيه مزيان ونغطيها بواحد السيف اولا واحد المينطه باش كنغطي الخبز ونخليها يضاعف الحجم ديالها ان شاء الله ونرجع ونمشي لحاجه اخرى وندوزو لحاجه اخرى مع دابا البرد البنات ضروري غادي نغطيها مزيان باش تخمر ليا مزيان عاد باش غادي نخدمها ونقطعها قدامكم ان شاء الله غادي دابا نصاوب ندوز لحاجه اخرى البنات اللي هي نصاوب هذيك البسبوسه حيت البسبوسه اصلا فاش كتجي زوينه وكتجي زوينه زوينه بزاف هي فاش كنديروها ونخليوها ترتاح واحد 6 ساعات او لا اكثر عاد باش كتقدم الاكل باش سبحان الله العظيم ديك الكريمه كتشد راسها مزيان وكتجي لذيذه هانتوما البنات المكونات ديال هاد البسبوسه هادي راه سبق ليا زعما كدرتها في القناه ديالي غير بغيت نشاركها معكم دابا فاش عندي في هاد لا كوموند قلت نشاركها معكم ماشي مشكل اشنو عندي فيها عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال السميده البنات السميده الخاصه بالحلويات كنستعمل هادي ميمونه كنشري انا 5 كيلو 10 كيلو غير اليوم خديت غير هاد كيلو هذا احسن سميده عندي هي هادي بزاف كتعجبني وعندي حتى ديك نور الدار تاع هي زوينه والتريات تاع هي زوينه المهم تكون رقيقه بزاف عندي 4 د البيضات كاس عنبه معمرش ديال هادي الزيت الروميه كاس معمرش ديال السنيده وجوج ياغور طبيعي جوج ديال الخمارات حمرين واحد الفانيه صافي هادو هما المكونات ديال العجينه اش غندير البنات اول حاجه غادي نديرها هو ندير هاد السميده هادي نطبق النواشف كلها نخلطهم مزيان واحد القبيصه دي نسيت ما قلت لكم البنات راه البيتزا درت فيها الملحه نسيتها قبيله عطيني عافاك ديك الملحه شكرا واحد القبيصه ديال الملحه غير باش تصاوب لينا تعدل لينا المذاق وصافي واحد رشيشه صغيره غادي نجبد هذاك الباني حتى هو نديرو نيره بوحدها اللي ما غاديش ندير وغادي ندير الزيت بحال كنبسو هذيك السميده عاد باش غادي نزيد البيض واليوغورت الطبيعي الخميره البنات غادي نقسم العجين قبل ما ندير الخميره عاد باش غادي غير دهن عاد باش غادي ندير غادي ندير النصف ندير فيه خماره ونصف اخر ندير فيه خماره حيت غادي نقسم هاد هادي كتكون فيها الكريمه يعني كتقسم على ثلاثة ديال المرات في الفران انتم غتبعوا معايا المراحل كلها غادي ندير البيض بسم الله انا حيت زربانه نتوما الا عندكم الوقت ديروا زليفه بقاو ديروا كل بيضه بوحدها عاد حطوها وسط من هنا لا قدر الله تكون خاسره شي بيضه ولا شي حاجه انا هذا حيت متاكده منه Thank you.
غادي نزيد دابا ياغورت طبيعي كتجي زوينه بزاف البنات وبديك الكريمه كتجي لذيذ اكثر غنزيد هداك الياغورت التاني دابا غادي نقسم هاد الخليط اللي عندي البنات غادي نقسمو على جوج عاده باش ندير الخميره بسم الله تنحاول ما امكن يجيوني متساويين هاد الخميره ديالو غنخليها هنا وغنزيد الخميره في هذا الطبقه الاولى اللي غادي نستعمل باش ما يخمرش العجينه ما تخمرش ليا العجينه كلها كاين اللي كيخلط البنات تيدير غير نص كاس نصف المقادير ديال الطبقه الاولى كيخلطهم عاد باش يطيبهم عاد حتى كيدير الكريمه عاوتاني عاد باش كيخلط عاوتاني الطبقه الثالثه انا لا باش ندير الوقت وفي نفس الوقت راه بحال كندير بحال هكا كيبان ليا هذا كثير على الاخر كنحاولوا يجوني نصف الكميه البنات نفس الكميه صافي هادشي اللي كاين غادي دابا دهنت المول ديالي بالزبده دهنتو غير بالزبده البنات ما تخافوش كيلصقش مع الزاج هاد المول ما عرفتش القطر ديالو شحال المهم داير بحال هكا الشكل ديالو كبير شفتو كتجي فيه زوينه واحسن الغرض منه البنات حيت هاد الكيك ديال هاد الطبقات بحال هكا كيكون كنبغي نشوف هكا سميتو ديالو لتحت باش ما طيبش ليا بزاف هادشي علاش من الاحسن ديرو مول ديال الدجاج بسم الله غادي نستعمل هادي باش ناخذ الخليط كله غادي ندخلها للفران البنات طيب ليا وتولي اللون ديالها من التحت غير مذهب ماشي محمر بزاف صافي ونخرجها ونوريكم كيفاش دابا البنات غادي نصاوب الكريمه لهاد الكريمه غادي نحتاج واحد ساشي ديال نيدو اولا كاس العنبه ديال نيدو جوج كيسان ديال الماء وجوج ديال الكيري فروماج الكيري كيعطي واحد البنه احسن وهذا كيعطي المذاق زوين اللي ما عندوش البنات يقدر يعوض هذا الحليب وهذا الماء وهذا الشيء بالحليب عادي وجوج معالق ديال مايزين غادي نجيبهم غادي غير ندوب هذا الحليب في الماء وغنزيد عليه جوج معالق ديال المايزينا وغندير فوق العافيه حتى يولي ليا كريمه عاد غنزيد هادو ندوبهم فيه كيعطيو واحد المذاق زوين غادي نزيد البنات جوج معالق ديال السكر سنيده وجوج معالق ديال المايزين هاد كيري تقدروا تعوضوه بالجبن حتى هو جبلي كيجي فيه زوين
هانتوما البنات دابا درت لك سميتو الكريمه ديالي هنايا فوق هذيك الحرشه بعد ما تحمرات ليا من التحت ومن الفوق، ماشي تحمرات بزاف، المهم كل لون ديالها ذهبي باش ما تحرقش ليكم. غادي ندخلها دابا عاوتاني الفران تشد ليا الكريمه راسها مزيان عاد باش ندير الطبقه الثالثه. غندخلها دابا للفران. هانتوما البنات الكريمه ديالي شدت راسها ما بقاتش كتلصق، شفتوا؟ واخا تحطوا عليها يديكم. الخليط ديالي ديال الطبقه الثالثه هو هذا، زدت فيه هذيك الخميره الكيماويه وغادي نكبوه بشويه مع دابا الكريمه، خاص تكبوه بشويه باش ما تمشيش ما تهربش لكم الكريمه لواحد الجهه، وغادي نعاود ندخلها للفران عادي تكمل الطياب ديالها وتحمر من الفوق. ولكن قبل ما ندخلها غادي نزوقها من الفوق، غادي نرش عليها اللوز ايفيلي. فاش غتخرج ليا من الفران البنات غادي نسقيها بالعصير ديال الليمون، ماشي عصير، السيرو ديال الليمون، غير هو ما فيهش السكر بزاف، غير واحد شويه قبل ما ندخلها. عندكم الاختيار ترشوها باللوز ايفيلي او لا بالزنجلان، اللي درتو كيجي فيه كيجي زوين. غير هذا في الاصل ديالها كيكون فيها اللوز ايفيلي، داكشي علاش درتو ليها. فاش هكا كنصاوبها للدار ما كيكونش عندي اللوز ايفيلي. هانتوما استعملت هذا على حقاش ما مشيتش للسوق باش ناخذ بالعبار، خديت هذه ب 18 درهم ونص عند مول الكرو، جاتني زوينه حيت هاد البسبوسه هادي كتاخذ ليا تقريبا 5 دراهم ديال اللوز ايفيلي الا خديتو بالعبار. كترشوا عليها في جميع البلايص، غندخلها للفران يتحمر ليا طيب ويتحمر نيت الوجه ديالها يولي هاد اللوز كله محمر. وملي كنسقيها كتجي زوينه بزاف في المنظر وحتى في المذاق. صافي غندخلها دابا للفران. دابا البنات جيت للعجينه ديالي ديال البيتزا، شفتوا راه خمرات، قسمتها على جوج، شكلت هاد اللافا هادي وغادي نشكل هادي معكم. حيت مرخوفه بزاف تنستعمل السميده، والسميده حتى هي زوينه باش كتجينا البيتزا ديالنا حرشه ما كتجيش هكا كرطبه بالدقيق الفورس، ما تجيش رقيقه ما تجيش غليظه، ما تجيش عاوتاني غليظه ولا حتى رقيقه. انا غنوريكم كيجي فيها واحد المذاق بديك البودره ديال الثوم والزعتر والزيت البلديه زوين بزاف، شفتوا كتجي بحال هكا كيما عرفتوا راه فيها الخميره. وغادي نقطعها بهذاك لو سيركل هذا باش تجي ماشي صغيره بزاف، مويان الا بغيتو صغيره بزاف كنستعمل هذا. غادي نقطعها وديك العجينه اللي شاط ليا راه ما غاديش نلوحها، غادي نستعملها مازال.
تقريبا كل دائرة خرجت لي هنايا جوج أربعة ستة تمانية تسعود، تيخرجت من هنا تسعود. هاد العجينة مغاديش نلوحها، غنديرها مازال في السلوفان أو في البلاستيكة. هاد لو سيركل كنستعملو غير باش يجيني نفس الحجم، هاد الشي وكان. اما الا بغيتو كديروهم غير للدار، انا حيت كوموند ضروري يجوني نفس القياس، حيت كيجيو في المنظر زوينين كيفاش كتبغيو تسال. غادي ندير نص طيبة لهاد العجينة، عاد غادي ندير من بعد الحشوة والطون والفخوماج. المهم غادي ندير ليهم نص طيبة ونوريكم ان شاء الله كيفاش كيجي الشكل ديالهم، وملي نبغي ندير الحشوة غادي نوريهم ليكم. هانتوما البنات، دابا غادي ندير الحشوة البيتزا ديالي. شوفوا هادوك البيتزا اللي درت معاكم كيفاش كيجيو، كيجيو بحال هكا رقبين. غنجرب شي وحده اللي ما غاديش ندير في الكوموند، شفتوا كتجي طايبه ومفشفشه، ماشي معجنه من الداخل ولا شي حاجه. غادي ننزل دابا اللي عندهم نفس حبه شي وحدين صغار بزاف لي مويان وعندهم نفس لا فورم، غادي نحطهم وغادي نعمرهم بالحشوة. عندي هنايا الفلفله الحمراء والخضراء شحال صار، شويه د الزيت مع شويه د الزهر، شويه د الملحه وشويه د الزعتر. كذلك البصله نفس الشيء. وعندي هنا طون، استعملت زعما الطون مزيان، هاد جولي هذا زوين، كيجي زوين وريحته ماشي مجهده بحال داك الطون الاخر، زوين بزاف هو اللي غادي نستعمل. وعندي هنايا لاصوص طوماط ديال الدار، صوبتها بالمطيشه سوغيس، طيبتها مزيان وطحنتها وعاود طيبتها حتى شربت داك الماء ديالها. زدت عليها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال شويه ديال الزهر، شويه ديال المليحه، شويه ديال الزعتر. صافي هادشي اللي فيها هي اللي غادي نستعمل. هانتوما معايا غادي تشوفوا كيفاش غندير ليها ان شاء الله. وعندي هنايا الفرماج الاحمر والموتزاريلا، خلطتهم بجوج شفتوا. هانتوما البنات، درت اللاطه الاولى، ها هما. غادي ندير دابا لاصوص طوماط ديالي. من لاصوص طوماط الجاهزة، ما تكثرش عاوتاني الحشوة باش ما تجيش هي ماشي الحشوة، لاصوص زعما الطوماط ما تكثرش باش ما تجيش كثر من الحشوة. غير كندهنهم بحال هكا، ليكم كاين اللي كيستعمل لاصوص الجاهزه ما كتعجبنيش انا، بحال كتجيني حلوه هادي، كتجي عاطيه واحد الحموضه زوينه وشي حاجه اللي ديال الدار ما كاينش بحالها. وثاني غير هذيك ديال الصوره اللي بغى دغيا دغيا يجي حاجه وصافي. دابا غندير شويه ديال البصله، كنستعمل غير ايدي وصافي. دا
درت البصله فيهم هاد البنات. غادي ندير دابا شويه ديال الفلفله الحمراء والخضراء حتى هي شحرتها كما قلت لكم. الا عندكم حتى الفلفله الصفراء استعملوها، انا ما نطفرش عندي دابا كنستعملها غير دابا حيت هاد لا كوموند جاتني زعما فماشي ما عنديش بزاف الوقت نمشي نتقضى وداكشي. غادي نفرت تفوق منه هذاك الطون، هذا الطون كيجي زوين بزاف حيت سبحان الله العظيم واخا شويه غالي ولكن زوين في البيتزا. هاد جولي ما كي احسن من الاخرين كاع هذوك اللي كنستعمل احسن منهم، واخا تيكون الثمن ديالو مرتفع ولكن زوين كيجي ناشف وما فيه وماشي مجهد. فاش كتبغي ديري هكا في البيتزا كيبدا يتفرتت حيت صافي ملي حيدت منو هذاك الزيت ها هو صفيتو من هذا الزيت ديالو كيبقى ناشف صافي. هاد 16 بيتزا كفاوني فيها جوج ديال لاطات اللي غادي ندير فيهم نشعلها غادي ندخل فيهم. هادو البنات كنحسبهم بربعة دراهم على حقاش كبار وهازين الحشوة، كندير لي صغار منهم بعض المرات البنات تنديرهم في دوك لي مول الصغار هادي تتكون سائلة خلاص كنحسبهم بثلاثة دراهم ولكن صغار ماشي بحال هكا. دابا غادي نغسل يدي وندير فروماج. دابا غندير كيما قلت لكم راني خلطت الفرماج مع الموتزاريلا حيت دابا هذا البيتزا ديالي طابت دوك العجينه زعما خاص غير الحشوه غير يصاد عليها شويه الفران على داك الفرماج يذوب وديك الموتزاريلا تسيح على البيتزا ديالي صافي هي اصلا طيبه. مطلوب مني 16 بياسه كما قلت لكم العجينه خرجت لي 20 بياسه. غنجيب الزيتون نزوقو بالزيتون بحال صافي تنزوقهم بهذيك السويتينه من الوسط كيجي الشكل ديالهم بحال هكذا. غادي نكمل اللاطه الاخرى ندير فيها الاخرين ونكمل لهم الحشوه ديالهم ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكوموند كلها اللي درت ان شاء الله. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكورس ديالنا كيجي بحال هكا هانتوما تيجي بحال البونج كيما كديري ليه هكا كيطلع كيرجع لبلاصتو. وغادي نحل معكم وحده حيت درت بالسعيد غادي هانتوما شتو كيفاش كيجي تيجي بحال القطن ما معجن ما والو شفتو حيت علاش حيت العجينه ديالو كتكون جاريه. شي مره ان شاء الله نشارك معكم لا فيديو ديال الكورس راه نسيت ما شاركتوش معكم في هذا الفيديو. كتجي العجينه ديالو بحال ديال السفنج جاريه بزاف. وهنايا عندي البيتزا ديالي الكورس مازال ما درتوش في السميتو ديالو كتجي بحال هكا هانتوما رطبه وزوينه ومحمره ماشي زعما قرا طايبه من الفوق ومن التحت. هنايا كل كرتونه فيها 8 هي 12 بياسه والحجم ديالها ماشي صغير شوفوا الحجم ديالها شفتوا. عندي فيها جوج ديال الكرتونات
هانتوما البنات هذه البسبوسه ديالنا. في الاصل البنات البسبوسه هذه البسبوسه فاش كنصاوبها لشي واحد كنقطعها وكنديرها في كنمونطيها حتى هي في الكرتونه، ولكن هذه السيده هذه بغاتها تبقى هكا، داكشي علاش خليتها ليها في المول بحال هكا، حيت ما كاين حتى حتى كرتونه ما لقيتهاش اللي تجيني قدادي اولا بلاطو. خاصني نمشي شفتو الكريمه ديالها كيفاش كتجي فيها، وراني سقيتها كتجي هنايا طبقه، شفتو كاينه هنايا الطبقه ديال الحرشه وكاينه هذيك الكريمه وكاينه هنا عاوتاني البسبوسه ديالنا، كتكون مسقيه كتجي زوينه بزاف. كان هذا هو لا فيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وينال استحسانكم، ودعموني في لاشين ديالي درعة تيفي، ولهلا يخطيكم عليا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ولا فلوق جديد حاجة جديدة ان شاء الله يا ربي.